أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، هل نقول إن الله نفى عن نفسه الأمر بالفحشاء؟ لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع، أما أنه يأمر بها أمرا كونيا قدريا فهذا شيء آخر. ما في شيء يقع إلا بأمر الله الكوني، بأمر الله الكوني. أما الأمر الشرعي والله لا يأمر بالفحشاء. نعم. والأمر كما تعلمون على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.